في هذه الخيم المصنوعة من البلاستيك والنايلون في قطاع غزة، التدفئة أصبحت حلما للنازحين مع دخول برد الشتاء ومحاولاتهم تأمين أي وسيلة تقيهم الصقيع. ما فيش حطب، الناس أخذوا كله أخذوا الناس أخذ. فبعد أن كان الحطب ملاذهم الوحيد لإشعال النيران، أصبح هو الآخر مكلفا مع ارتفاع أسعاره وشح كمياته، ما اضطر سكان غزة للجوء إلى جمع النفايات البلاستيكية والإسفنج والورق وحرقها. وضع يعني المادي صعب، والوضع اللي عندنا كل يوم نجيب حطب، الحطب غالي، منلم قزايز وسفنج وحاجات معادن نولع فيها. ولا تعد طريقة إشعال النيران هذه الأمثل لهؤلاء النازحين، إذ تسبب رائحتها الشديدة ودخانها باختناق في الخيام المتلاصقة بجانب بعضها، خاصة لكبار السن ومن يعانون أمراضا في الجهاز التنفسي. الحطب غالي، فالولاد بخلي الولاد ابني ولاد بنتي يجيبوا لنا سفنج، يجيبوا لنا قزايز، يجيبوا لنا نايلون، فهذه عوادم كتلتنا. يعني أنا مريضة صحيا، يعني مش قادر أتحمل المادة البلاستيك. ومنذ بدء الحرب على غزة قبل 107 أيام، لجأ العشرات لمهنة جمع الحطب في محاولات تأمينها للسكان، فيما يشهد الحطب نقصا حادا في القطاع نتيجة الإقبال المتزايد عليه.